من الأمثال الدارجة أيضا في الخليج وخاصة في العراق، يقولون اقبض فلوسك من دبش. ما أصل هذا المثل؟ وأصل المثل على التحديد في جنوب العراق، إن كان ما عندك سند اقبض فلوسك من دبش. دبش بفتح الدال تعني سقط المتاع، وأحيانا قد يراد منها احتياجات العروس، فيقولون العروس جت وجابت معها الدبش. إذا قد يكون معنى المثل ما دام ما عندك مستند لهذه السلعة اللي اشتريتها، ففلوسك صارت من سقط المتاع. لكن أحمد الحلفي وعبد الرزاق الحلفي في قاموس اللهجة البصرية رأيتهما ذكر معنى الدبش بأنها معناها مسؤول العمال. ولذلك ذكر بعضهم أن أصل المثل أن يهودي مسؤول العمال في ميناء البصرة اسمه عزرا دبش. وبعد هجرة اليهود من العالم إلى دولة الكيان الصهيوني المسمى زورا بإسرائيل، هاجر عزرا دبش إلى هذه الدولة. فصار بعض العمال في ميناء البصرة يأتون يريدون رواتبهم وحقوقهم، فيقولوا لهم إن كان ما عندك مستند اقبض فلوسك من دبش. يقول الشاعر الشعبي العراقي: ساعة واكسر المجرشة والعن أبو كل الجرش، بالشلب أجرش للصبح واقبض فلوسك من دبش. المجرشة اللي هي الحنطة، والشلب اللي هو الرز قبل لا يطحن، واقبض فلوسك من دبش.